قلوب الناس. والله لم نسامح، ربنا سبحانه وتعالى ما بيسامحنا. فكوا الحصار علينا وافتحوا لنا الطريق ونحن بنروح نشتري بصرياتنا وتعبنا وجعنا. قبل 3 أعوام لم يكن أحد يعلم أن خربشات أطفال ستشعل فتيل ثورة وتبدل تاريخ بلد لبل تاريخ المنطقة. خربشات كانت بمثابة النقطة التي أفاضت كأسا من الظلم والديكتاتورية تجرع منه سوريون على مدى سنوات خلت. القمع الذي جوبها به أهالي درعا عندما طالبوا بإطلاق سراح أطفالهم من سجون الأسد، ورد محافظ درعا على أحد المشايخ بالقول: عليكم أن تنسوا أطفالكم، أنجبوا غيرهم، وإن عجزتم أعطونا زوجاتكم فنتكفل بهن، عبارات شكلت بداية النهاية. والذي جرى في حورات ليس ضد بشار الاسد، وإنما رعونة. العميد عاطف نجيب مسؤول عن الأمن السياسي في درعا الذي استدعى قوات الأمن بطائرات الهليكوبتر ونزلوا فورا لإطلاق النار على المواطنين في درعا. الكثيرون توقعوا تبريرا أو اعتذارا من الأسد، إلا أن النتيجة كانت عكس ذلك. مجرد خطاب فارغ ومجرد حديث عن مؤامرات خارجية وكونية تحاك ضد سوريا. هذا النظام هو عبارة عن بنية مغلقة لم تتمكن من الانفتاح أو إصلاح نفسها عبر 4 عقود. بالتالي اعتمد النظام منذ البداية على ما لديه من مقومات. المقوم الأساسي الذي قام عليه النظام هو المقوم الأمني. المقوم الثاني هو مجموعة من شبكات المصالح والنفوذ داخل سوريا وداخل الإقليم. هذين الأمرين ساعداه على عملية الاستمرار. النظام السوري يعلم تماما بأنه غير قابل للإصلاح من الداخل، وبالتالي أي إصلاح لهذه البنية يعني تفكك البنية نفسها. لم يكن لديه خيار آخر، يعني لنقلها هكذا بصراحة. النظام يعلم بأنه إذا قام بأي إصلاحات أو تنازل للشعب بأي إصلاح ستتلوه مجموعة من الإصلاحات التي ستعيد هيكلة النظام، بما يعني في نهاية المطاف تفكك هذا النظام والذهاب إلى مصيره الطبيعي بأنه استنفذ فرصته التاريخية كنظام وسينتهي. لذلك لم يكن أمام النظام سوى مواجهة هذه الاحتجاجات. في تحد غير مسبوق واجه السوريون وبصدور عارية إطلاق الرصاص، وكل حملة قمع شهدتها بلدة أو قرية سورية كانت تقابلها مظاهرة تنادي برحيل الأسد وأسقاط النظام. حملات برية وعملية قنص كلف بها الجيش السوري وبعض الشبيحة لردع السوريين الثائرين، إلا أن جميعها باء بالفشل. فعلى ما يبدو التظاهرات استحالت ظاهرة معدية تتنقل من منطقة إلى أخرى كالنار في هشيم نظام الأسد. توسعت دائرة المظاهرات وبدأ الثوار ينظمون صفوفهم. تظاهرات خرجت بالآلاف تطالب برحيل الأسد، وكل ذلك رغم الإجراءات الأمنية وعمليات القنص التي لم تقف عند هذا الحد. فسرعان ما تحولت المواجهة إلى عملية عسكرية صفي خلالها الكثير من الناشطين والمتظاهرين بالذخيرة الحية، إلا أن نظام الأسد كان يتسلح دوما بالكذب، نافيا كل ما يرتكبه من انتهاكات. لديه أمثلة سابقة بأن الشعب السوري يمكن مواجهته بالعنف، وبالتالي هؤلاء المتظاهرين يمكن أن يعودوا إلى بيوتهم بعد استخدام العنف معه. لكن الجسد السوري، يعني عندما نتحدث عن الجسد السوري نتحدث عن جسد اجتماعي اقتصادي، نتحدث عن تحولات حدثت في العقدين الأخيرين من الزمن، دخول عصر العولمة، دخول الإنترنت، زيادة الثقافة والوعي لدى جيل الشباب، ازدياد الإحباط داخل المجتمع نفسه بأنه ثمة حاجة أساسية للتغيير، ثمة حاجة للمشاركة، ثمة حاجة للعدالة، ثمة حاجة للقضاء على الفساد الذي أصبح في سوريا ظاهرة مستشرية ولا حلول جذرية لها. وتوالى سقوط الشهداء والجرحى، صورة الطفل حمزه الخطيب والتعذيب الذي تعرض له أجج الثورة وكان دافعا للكثير من الجنود للانشقاق عن النظام. قررنا الانشقاق عن الجيش، نحن ضباط وسط ضباط مدينة الرستم. انشقاقات بالجملة هزت تركيبة الجيش السوري الذي ورغم نفي تعرضه لأي نكسة إلا أن الحديث عن مده بالدعم الإيراني والعسكري واللوجستي من قبل حزب الله فيما بعد أثبت العكس تماما. للأسف الشديد بأنه النظام قام بتوريط الجيش في عملية قمع الثورة. بالطبع يجب أن نتخيل أيضا بأنه كان في قيادات ربما داخل الجيش السوري وجدت بأنه هذا الخيار ليس صحيحا، لكن تم تحييدها. وجدنا في تونس مثلا بأنه الجيش وقف إلى جانب الشعب، وجدنا في مصر بأنه الجيش وقف على الحياد واتخذ مسافة لإعادة قراءة الأحداث من زوايا مختلفة. لكن في سوريا بنية الجيش هي بنية أقلوية، هي بنية يحكمها قادة مقربين من النظام موثوق بهم، وهم جزء من شبكة المصالح والنفوذ. لذلك تم زج الجيش وزج الأمن في مواجهة مفتوحة، وأثبتت هذه المواجهة مع الزمن بأنها غير قادرة على معالجة جذر المشكلات، وإنما قادرة على إدامة عمر النظام. تأسيس الجيش الحر والذي تزامن مع مطالبات دولية برحيل الأسد والحديث عن دعم المعارضة والثوار في سوريا حول مسار الثورة السلمية، وتحولت الأنظار إلى البلدات والمناطق السورية التي شهدت أعتى المواجهات بين جيش الأسد وما بات يعرف بالجيش السوري الحر، كيان عسكري تبعته ولادة كيان سياسي معارض تمثل بالائتلاف الوطني لقوى الثورة. الله أكبر! باب عمرو، القصير، القلمون وغيرها من المدن السورية انشغلت بأخبارها المحطات العربية والعالمية. قرى كثيرة تحررت من جنود الأسد وأخرى ومنذ 3 سنوات هي ساحة كر وفر تكافح وتقاوم، حتى أن الثوار قارعوا قوات النظام في عقر داره. لم توفر قوات الأسد أي نوع من الأسلحة، فهنا الكيماوي شاهد على مجزرة مروعة، وهنا أيضا البراميل المتفجرة توثق همجية النظام، وهنا حصار وجوع ينهش بالسوريين. مع بداية العام 2014 اتخذ المسار العسكري لثورة الكرامة منحا جديد مع دخول تنظيم داعش على خطها، فتحول قتال الثوار من مواجهة نظام الأسد إلى مواجهة على خطين. مسار يجزم المراقبون أنه أثبت من جديد لفظ الكيان السوري الثوري لكل ما هو متطرف ولكل ما يتنافى مع مبادئ الثورة وأسباب انطلاقتها. ومن هنا كانت التظاهرات ضد داعش وقبلها ضد المجتمع الدولي المتخاذل بعين الثوار، وبعدها ضد المعارضة غير الموحدة على هدف واحد يخدم الثورة. السلاح أصبح جزءاً من الواقع السوري اليوم. يعني لو لم يستخدم النظام السوري هذا الكم الهائل من القمع الذي لم يتحمله المجتمع لما تحولت الحركة الاحتجاجية السلمية إلى حركة احتجاجية عنفية. يعني اضطر بعض المجندين في البداية وبعض الضباط الذين زج بهم لمواجهة المظاهرات إلى الانشقاق. يعني عندما تقول لضابط يجب عليك أن تقمع أهلك، بعد قليل تقول له يجب أن تطلق عليهم النار. هو أمام خيار، هو في النهاية إنسان من هذا الشعب. يعني إما عليه أن يقتل من الخلف لعدم تنفيذ الأوامر العسكرية والعصيان، وإما عليه الانشقاق. انشق الكثير من الجنود وانشق الكثير من الضباط تحت عدم قدرة تقبل فكرة أن يقتل أبناء شعبه. تاليا دخلت عوامل إقليمية، دخلت مسائل إلى علاقة بالجهاد العالمي، دخلت. هذا طبيعي عندما تتحول أي مساحة جغرافية إلى مساحة مخترقة ويقل فيها قدرة على ضبط الأمن المركزي داخل البلاد. هناك أطراف عديدة تسعى إلى استغلال هذه المساحة الجغرافية لأجل أجنداتها. لم يحظى الثوار في سوريا ومنذ انطلاقة ثورة الكرامة بأي مساندة دولية فعالة، رغم المؤتمرات الكثيرة التي عقدت ورغم التصريحات التي وصلت إلى حدود التهديد بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، ما رسم علامات استفهام كثيرة عن إمكانية صمود والأسباب التي أدت إلى ذلك. يا شباب يا شباب عيبوا اثنين ثلاثة ورجعوا الرئيس، لا تقفوا لا تقفوا يا شباب يا شباب بس يا شباب آلاف القتلى، ملايين الجرحى، عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين، ومئات القرى صويت بالأرض، هي أرقام يدفعها السوريون يوميا ثمنا لتمسك الأسد بالسلطة، لكنهم مستمرون ولن تثنيهم مجازر أو انتهاكات ولا عراقيل أو معوقات. صمود شعبنا في سوريا 3 سنوات، ولا يحارب نظام بشار فقط، يحارب كافة الأنظمة في العالم، أمريكا، إيران، روسيا، الصين، وشعبنا لحد الآن رغم المصاعب والدمار وقلة الأموال والغذاء وقلة الأمطار سبحان الله، نحن صامدون يعني 3 سنوات بفضل الله عز وجل. الثورة منتصرة بالتأكيد بإذن الله تعالى، والسبب يرجع إلى صمود الشعب السوري 3 سنوات، وهذا كافي لانتصار الشعب السوري على النظام الطاغي بشار الأسد. يوجد لدينا ثورة مضبوط، لأنه ما زال الشعب يريد إسقاط النظام، لم تنتهي مقولة الشعب يريد إسقاط النظام. المسألة الثانية، دخل الإرهاب على الخط صحيح، دخلت قوى إقليمية ومواجهة إقليمية على الأرض السورية صحيح، بمعنى ما يمكن قراءة الوضع السوري اليوم من عدة زوايا، لكن البوصلة الأساسية هي بأنه الاستعصاء في الحل هو عدم ذهاب النظام، عدم قبول النظام ليس فقط بذهابه، عدم قبوله بتقديم تنازلات يمكن أن تفضي إلى تسوية تاريخية. يعني مع هذا الاستعصاء برزت الكثير من القوى السياسية اليوم تقبل بعملية تسوية تاريخية، ليست على سبيل أنه عفى الله عما مضى وانتهى الأمر، لا، على سبيل بأنه نقف عند ما حصل من دمار ومن قتل، ويجب إيقاف القتل، يجب إيصال المساعدات الإنسانية، إعادة تأهيل الكثير من المناطق لتبدأ باستقبال اللاجئين الذين خرجوا من البلاد وأفقدوا البلاد قدرة بشرية هائلة، تم إخراجهم من الصراع، ليس لهم ذنب، إخراجهم من الصراع على حساب تحول الساحة إلى ساحة قتال. خلصت، عبارة رددها الكثيرون بعد انطلاق أول مظاهرة في سوريا. اليوم وبعد 3 سنوات قد يسأل الكثيرون عن مآل هذه الثورة ومنتهاها، قد يصاب الكثيرون بخيبة أمل ويبحث آخرون عن حلول وسطى وتسويات تضع حدا لشلل الدم المستمر، لكن ما هو أكيد أن ثورة الكرامة في سوريا أذاقت كل سوري طعم الحرية، حرية قطعا لن يسمح لأحد بأن ينتزعها منه من جديد. وندول الجراح يا حمزه الله.